السلام عليكم إخواني المغاربة، نتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير. كيف العادة مرحبا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من برنامج صحافة الشارع. وخا تسمعوا كلمة صحافة الشارع، ولكن باحترامنا قدرنا ندخلوا لشحال من دار مغربية. برنامج اللي تقدر تفرج فيه مع أولادك، مع والديك، مع من ما بغيتي، ما عندكش منين تخاف. وحتى أنا عمري غادي نخاف، ما حد نتوما عندي في الكتاف. ربي اللي كيعطي المرض وربي هو اللي كيشافي. الدم اللي كيجري فيا كيغلي ماشي دافي. الا فهموني غير ليا في هاد البلاد بركه عليا صافي. اي واحد كيشوف المغرب من برا كتبان له جنه، كتبان له هاد البلاد باللي جنه وما ناقصها والو. فيها القضاء، فيها المحكمه، فيها البرلمان، فيها رئيس حكومه طالع بالاغلبيه الساحقه، فيها الاوراش خدامه، فيها البلديه خدامه. فين ما مشيتي كتلقى المهرجانات خدامين والسهرات خدامين، كلشي كيشطح كلشي كيردح. الا شفتي بلاد بحال هكا من البعيد غادي يبان لك بنادم ما ناقصه حتى شي خير. ولكن للاسف الواقع المغربي حاجه وحده اخرى. في نظركم شكون اللي كيعرف الحقيقه ديال المغرب؟ الحقيقه ديال هاد البلاد شكون اللي كيعرفها؟ كيعرف هذاك الشخص اللي مشى للمحكمه وتظلم وما خداش حقه، العداله ما نصفاتوش. كيعرف حقيقه المغرب هذاك اللي كتب تدوينه وجاتو استدعاء للدار. كيعرف حقيقه المغرب هذاك اللي مشى للسبيطار وبقى منشور حتى شي واحد مداها فيه. وعارفين باللي المغرب رجع مؤخرا حاكمه فيه راس ماليه متوحشه، وعارفين باللي الرئيس ديال الحكومه رجل انتهازي جاي يخدم غير مصلحته وجاي بفساد الصناديق. حقيقته عرفناها من هادي شحال وحتى شي واحد به ما كيتيق. المغاربه رجعوا عارفين باللي الاعلام المغربي مجرد واحد الماكينه لاطلاق الاشاعات الكاذبه، وحتى الى جابوا شي اخبار صحيحه كتكون اخبار فحال وجاههم. ايه اخبار فحال وجاههم، وكاع دوك الاخبارات الملاوطه اللي كيجيبوا لينا كيكونوا اخبارات غير باغين يلهيو بها الشعب وصافي. ولكن باش نعطيو لكل واحد حقه، ما يحسب للصحافيين والمراسلين اللي كاينه في المغرب ملي كتكون شي قضيه كتشغل الراي العام غير خاصها تكون تافهه وصافي، وما كتقيس الاولياء النعمه ديالهم كيمشيو كيتجاراو عليها كيبقاو يتسابقوا عليها، يقدروا يبقاو بلا نعاس يضحيوا بنفوسهم غير باش يجيبوا لينا ديك الخبار الزينه. انا الصراحه هزيت الهم البارح لدوك المراسلين الصحفيين اللي مشاو كيتجاراو للسبيطار وما نعسوش. قال لك اسيدي راجل دنيا باطمه مريض، داو كوما للسبيطار. اوه راجل دنيا باطمه مريض ومشى كوما للسبيطار، وفين السبيطار ديال المخزن؟ لا صافي كملت، انا كندوي معاكم دابا. لا صافي كملت، لا هاد راجل دنيا باطمه ما لقى فين يمشي غير السبيطار ديال الحكومه المغربيه. راه اللي خلاتو لك دنيا غادي يكملوا لك السبيطار المغربي. غادي تموت، ايه غادي تموت غير بالفقصه ان شاء الله. عمري ما شفت شي بلاد فيها المراسلين الصحفيين رجعوا عارفين كل شيء، عارفين الصغيره والكبيره على البلاد قبل ما توقع، عارفين شكون اللي غيمرض وفوقاش غادي يمرض واين سبيطار غادي يمرض فيه واين سبيطار غادي يمشي ليه. هادشي كامل اللي قلت لكم قبل ما المريض يمرض. مراسلين في المغرب رجعوا كيسبقوا المريض للسبيطار، رجعوا كيوصلوا للسبيطار قبل ما المريض. واش كاين شي سبق صحفي اكثر من هذا؟ نتحدى شي بلاد يكون عندها السبق الصحفي بحالنا. وكيبقى السؤال المطروح، واش هاد المراسلين الصحفيين في المغرب رجعوا كيعلموا الغيب وحنا ما في خبارناش، ولا هي غير مسرحيه جديده ملعوبه عاوتاني على الشعب المغربي باش نساو المشاكل الحقيقيه اللي كاينه في هاد البلاد؟ المشاكل الحقيقيه اللي ما بقى حتى شي واحد كيقدر يهضر عليها. ما بقيناش كنسمعوا على الهاشتاغ، بغينا نعرفوا الهاشتاغ فين وصل، وعلاش المازوت باقي لحد الان غالي؟ واش المخزون الاحتياطي من النفط اللي عندنا في المغرب باقي ما سالاش؟ راه المواطن راه ما بقى له والو يسالي، المواطن ما بقى له والو يسالي مسكين، راكم قاديتوه. واش هاد المسؤولين كروش الحرام حتى لين غيبقاو قاسمين معانا طرف ديال الخبز اللي كناكلوه؟ طرف ديال الخبز اللي كناكلوه وليتو كتقسموه معانا بهاد الزياده في الاسعار وبهاد المازوت اللي غالي؟ راه هادشي ولا مشكله. بما ان كلشي باغي يسمع الاخبار على زوج دنيا باطمه ودنيا باطمه، نرجعوا حتى حنا للموضوع ديال دنيا باطمه والزوج ديالها اللي رجع حديث الساعه. ماشي غير في المغرب، في العالم العربي كامل كاينه صحافه اللي بغات الخدمه في المغرب. اه كاينه صحافه اللي باغا الخدمه في المغرب. ملي شافوا هاد الضجه ديال دنيا باطمه وراجلها وشافوه مجبد في البياص وداير له التنفس، قال لك هدا هاد راجل دنيا باطمه ماشي مريض. قال لك اسيدي
عاد بان فيه السحور، السحور اللي دايره ليه دنيا باطمه عاد بان فيه. نتوماش من سحور الله يهديكم، تقوا الله شويه في ريوسكم. قال لك السحور وراه السيد ولف العيشه ديال فابور ماشي السحور، هذا الشيء ما عنده علاقه بالسحور. السيد ولف غير العيشه ديال فابور فقط، ولف عيشه الشيكي والبيليكي، تقطعت عليه البزيزيله وبغى يدير فيها موتى حمار وقيله. شفت في القصوحيه ديال الوجه حتى عييت، وما شفتش بحال هاد القصوحيه ديال الوجه اللي في هاد راجل دنيا باطمه. هاد السيد سبيطار متنقل، ملي نقول لكم سبيطار سبيطار، كيطيحوا عليه شي افكار ديال المراهقين الصغار. قال مع راسو اش ندير اش ندير، ارا ندير فيها سخفان ونمشي للسبيطار، غادي نبقى في الدنيا وغادي تنوض تالف عليا شي غنيه. للاسف هاد راجل دنيا باطمه ما في خباروش راه كيطيح دابا بقيبته بيديه. راه المثل المغربي كيقول عزها تعزك، ماشي دير فيها موتى حمار وعيط لومبيلونس تهزك. من مدير الاعمال مشهور الى مهرج، دابا السؤال المطروح، واش هادشي اللي كيدير فيه راجل دنيا باطمه على قبلها واش هي تستاهل ولا لا؟ ولكن الناس كاملين عارفين كالكذاب، ما كديرش هادشي على قبلها، كديرو على قبل فلوسها. وهذا يبقى عبره لاي واحد اللي كيبدا يطير 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 حتى كيجيبها في راسه. واحد الملاحظه بغيت نشاركها معاكم، حتى هي حنا مطلعينها مطلعينها، شرينا العيب شرينا العيب، نشريوه مع كل شيء. الطريقه اللي كيدفعوا بها رجال الوقايه المدنيه راجل دنيا باطمه، واش مأكدين باللي نفس الطريقه اللي كتدفعوا بها مواطن عادي؟ ايه كتدفعوا بحال هكاك مواطن مغربي عادي من اللي كيكون مريض. حيت انا على ما بان ليا والله اعلم نقدر نكون غلط، ديك الطريقه اللي كتدفعوا بها راجل دنيا باطمه ماشي هي نفس الطريقه اللي كتدفعوا بها مواطن مغربي عادي. كيبان ليا كاينه شويه ديال التفاني في العمل، كاينه شويه ديال الاتقان، كاينه شويه ديال الجديه في العمل، ولا غير بان ليا؟ يقدر يكون غير بان ليا. دابا رجال الوقايه المدنيه من نيتهم جالسين كيدفعوا فيه ودايرين ليه خاطره ودايرين له الاكسجين. حيد حيدوا داك الاكسجين، واش من نيتكم؟ داك الاكسجين راه زايد فينا، نعطيوه لشي مواطن محتاج ليه. الشهادات هذاك اللي جالسين كتدفعوا فيه تفارضوا له غير بيناتكم شي 5000 درهم، هزوه وحطوه قدام مازاكو اللي في جديده. الا ما وقفش على رجليه، الا ما وقفش على رجليه وركبكم نتوما بربعه اللي دافعن به داك الباياس، غيهزكم نتوما بربعه ويحطكم في داك الباياس وغادي يبقى دافع بكم، غيدفع بكم هو. الا ما دارش هذا الشيء انا نسد هذه القناه، ما بقاش ندير فيديوهات. بغيت غير نعرف علاش بحال هذه المواضيع ملي كيتكلم عليهم شي يوتيوبر ولا كتكلم عليهم شي صفحه مغربيه كتلقى واحد التفاعل ما يمكنش. هذا الموضوع كتلقى فيه واحد التفاعل رهيب، والتعاليق نازله من كل جهه، هالسبان هالتخلاط هالنصيحه، كتلقى كل شيء في هذا الموضوع. كاين الناس اللي تعاطفوا مع زوج دنيا باطمه، من حقهم يتعاطفوا معاه وحملوا المسؤوليه لدنيا باطمه، قالوا ليها ما كانش عليك تخلي على راجلك في هذه الوقيته، وقت الشده ما كانش عليك تخلي على راجلك. كيف ما كان الحال هذا السيد بات بناتك، واش بانت ليكم زعما كان غير دنيا باطمه اللي تخلات على راجلها فوقت الشده؟ ما بالكمش هاد المسؤولين اللي تخلاو على 40 مليون مغربي، ما بانولكمش هادو كاع مره تهضروا عليهم؟ هاد المسؤولين ما كيعقلوا علينا لا وقت الشده لا وقت الرخاء. معظم الناس اللي تعاطفوا مع زوج دنيا باطمه كتلقاهم من الجنس اللطيف، بنات، ماشي قلت لكم بنات البلاد حنانات غير مع البراني. شفتي كوكانت، شفتي كوكانت هاد دنيا باطمه مزوجه بشي ولد البلاد، غادي تسمع في التعاليق لوحي ليه حوايجو برا راه تسر والله ما يعطلوه. بالنسبه للناس اللي بقى فيهم الحال وباغينهم يرجعوا لبعضياتهم، كيفاش غادي نديروا لكم؟ اقول لك كيفاش غنديروا لكم، راه ما كرهناش نصالحهم، ولكن الغالب الله. حتى نسيمة الحر، نسيمة الحر اللي كانت كتقدم داك البرنامج ديال الخيط الابيض ما بقاش كديرو، ما عرفناش علاش حبسوه. داك البرنامج على الاقل كان ينفعنا في هاد الظروف، ولكن نسيمة الحر ما بقاش كدير البرنامج ديال الخيط الابيض. نتوما عارفين كل انسان عنده العيوب ديالو وعنده المميزات ديالو، لحد الان ما يحسب الراجل دنيا باطمه، واخا شوفوا شحال هو مخاصم معاها وتم الطرد ديالو من حفله بشوهه قدام الملايين، ولكن عمرو ما خرج ولا فضح ولا تشكى ولا هدد ولا وسخ الصوره ديال مراته. كاع الاسرار اللي كانوا بينه وبين مراته ما جبدهمش، عكس شي قماقم عندنا هنا في البلاد غير كيتخاصموا بنهار، كيخرج كيفتح قناه في اليوتيوب وينزل على مراته بالعناوين الغليظه، اجي وتشوفوا شنو كنا مخبين عليكم اخوتي المغاربه، ديما كيكملوها باخوتي المغاربه، اجي تشوفوا شكون ورا حساب حمزه بومبيبي اخوتي المغاربه، اجي تعرفوا حقيقه الدنيا باطمه اخوتي المغاربه، اليوم غادي نفرقع الرمانه
اخوتي المغاربه، نصيحه مني لزوج دنيا باطمه. خويا الا كنتي كتسمع، الا كنتي كتسمع وباقي بعقلك لحد الان، قطع التيكيه ديال الطياره ورجع فحالك لبلادك. اذا بقيتي هنا راه محال واش تخرج بعقلك صحيح. المغاربه راه كيقولوا عليهم كيسحروا، المغاربه ما كيسحروش، المغاربه كيحمقوا بنادم غاب التنمر. شي غاب التنمر غيهربوه ليك، راه ما يمكنش تدوز من شي بلاصه ولا من شي شارع ويخليوك المغاربه على خاطرك. هادشي راه ماشي في الصالح ديالك، وماشي في الصالح ديال دوك الوليدات اللي والد مع ديك المراه، وماشي في صالح حتى مراتك. نتوما درتو اغلاط بزاف، وبالخصوص انت ما خليتي حتى شي قلب في المغرب يحن عليك. والحكمه اللي بغيتك تفهم من هذا الموضوع، هذا الموضوع بغيتك تفهم منه حكمه واحده، خليك من كاع التفاهه اللي جات فيه، فهم حاجه واحده عندي الربح، تفهم حاجه واحده. كاع اللي كيخرب، كاع اللي كيخرب بيوت الناس، كيجي نهار هو بيدو كيخرب بيته. وكيف ما قال ولد الشعب، هاد الدنيا بنت زوينه، هاد الدنيا بنت زوينه وكتبغيك غير تهرها، كما دير يدار لك هذه الدنيا وهذه سرها. صدق الشاعر اللي قال في الحب ما قتل. واكيد دنيا باطمه من بعد ما شافت هذا الشيء كامل اللي دار راجلها على قبلها، عرفت باللي هذا السيد كيبغيها. ايه كيبغيها، نفس الحب اللي كيبغي اخنوش للفلوس. والنهار اللي عرفنا هاد البلاد الحب تخلط بالمصالح، قطعنا الكبده بالموس. كونوا مأكدين كون كانت نفس الضجه اللي درنا على زوج دنيا باطمه، درناها على دوك العيالات اللي كيولدوا قدام بيبان السبيطارات، كودرناها على مرضى السرطان، كودرناها على اللي ماتوا بالاهمال الطبي. كون هاد البلاد بالف خير اصحيبي. للاسف الشعب كيعيش الفقر والتشرد، والشباب كيضيع ما بين امواج المخدرات في راس الدرب، كيغرقوا ولاد هاد البلاد في عرض البحر بحثا على لقمه العيش، كيغرقوا بسبب طرف ديال الخبز ديال الحلال غادي نطامعن في عيشه افضل. شفنا في هاد البلاد نساء ورجال كتبكي من الجوع والمرض، وما دارتش عليهم نفس الضجه اللي دار الاعلام على زوج دنيا باطمه ملي مشى للسبيطار. كلشي رجع مقهور في هاد البلاد من شده الالم وصعوبه الحياه، لا تعليم لا صحه وانعدام فرص الشغل. والاعلام المغربي تابع ليا زوج دنيا باطمه للسبيطار اللي غنقولكم في اخر هاد الحلقه. الله يشافينا كاملين، حتى انا معاكم ما كنستثنيش راسي معاكم، الله يشافينا كاملين في هاد البلاد.